أدينا إحنا وفريقنا كامل، وما دخل النهائي إلا هو كفو، وكل الأفرقة هذه أشدنها كفو. ما شاء الله كفو تستاهلون، أهداكم أهداكم. هدانا كل فريق غشام، كل مشجع غشام. تستاهلون تستاهلون. إيه قول. انا ادري ما لبست تستاهلون عز الله غشام. من اول يوم التوقعات معاكم ما شاء الله ابدع. انا ولد عمه ومعه في الفريق من التاسيس، لكن حال بيني وبينهم ال شو اسمه اداكم. يستاهلون كلهم يستاهلون. هذاك الترشيح والترشيح في محله اتعبوا اتعبوا وهم استاهلوا. الله يجزيك ناموس. مساء الخير وعافيه. ناموس والناموس هذا انا اهديه مدير تنفيذي على ما قال وناموس للربع كلهم. تعب ولكن الانجاز هذا والناموس هذا يسوى. الانجاز هذا مهم من دون ربعي، يد واحده ما تصفق على ما قال. البيرق ما هو بسيط والبيرق ما اخذناه بسهوله. تستاهلون. نعم هداكم هداكم. هدانا المشجعين فريق غشام والربع اللي معي معوضين خير، والناموس عده ناموسهم، وحنا لو انهم ماخذينه جينا وسوينا نفس ذا واعظم. توقعت لك ذا صيدنا هكودك هكودك على صيد صيدنا. الحمد لله قلت لهم انا صيدنا ما حد متى ما حد ماخذ بيرق الا بقوه مقناص، اما انه بياخذها بتوفيق، اما انه قوه مقناص والله ما ذكرنا شيء. بيض الله احنا علمناكم من امس خلينا لقاء عليكم خلينا لقاء امس وقلنا ما حد ماخذه الا بقوم الا بتوفيق من الله. ولا المقراص ما شاء الله ربع كلهم ما على مقصود. ما ذخرنا شيء. الحلال صوره. بيض الله وجهه يعطيك الصحة والعافية. مبروك غشام بأمانة. الجمهور اللي عنده اليوم والوضع الاحتفالية الكبيرة يستاهلون بأمانة. معوضين خير يا الربع الباقي.
ومن